ونبدأ بقى في التفاصيل على طول. الأهلي يستعد للجونة بعد الفوز على الإسماعيلي. الأهلي نجح امبارح في تحقيق فوز مهم جدا في مشواره في الدوري الممتاز على نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف. والحقيقة أنها ما كانتش مباراة سهلة، رغم أن فريقنا بدأ بداية مميزة جدا بأفضل شكل خلال الشوط الأول. المباراة شهدت تألق كبير جدا لإمام عاشور ومصطفى شوبير كالعادة يعني وباقي اللاعبين. وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، دايما احنا بنركز على المباراة القادمة فقط. الأهلي كان مركز خلال الأسبوع الماضي على مباراة مازيمبي وكملوا الأسبوع بمباراة الإسماعيلي، ومن دلوقتي التركيز على مباراة الجونة في الدوري. وعلى فكرة يعني اللي اتكلمنا فيه بيحصل دلوقتي. الأهلي خلص مباراة الإسماعيلي امبارح والمفروض يلعب الجونة السبت، يعني أقل من 48 ساعة المفروض الأهلي يلعب كمان مباراة في الدوري. طبعا اللي حصل كبير جدا والحمل كبير جدا على لعيبة النادي الأهلي وعلى الجهاز الفني في ظل ضغط المباريات، لأن الأهلي بيواصل يعني أنت بتخلص ماتش وبتجهز لنهاية أفريقيا المرة الخامسة على التوالي، وده رقم قياسي جديد للأهلي في البطولات القارية، وبإذن الله ينتهي بالتتويج بالبطولة كمان. لكن كمان هو ده سبب التأجيلات، ومش الأهلي اللي بيطلب التأجيلات، إنما في لوائح بتحكم الكلام ده. وقبل ما أكمل كلامي عن لعبة الأهلي وعن مباراة الأهلي والإسماعيلي ومباراة الجونة القادمة، لازم أقف كالعادة عند التحكيم. شفنا كلنا مبارح ركلة جزاء غريبة جدا تم احتسابها على النادي الأهلي في توقيت مهم جدا في المباراة، رغم إن خبراء كتير قالوا إنها مش ضربة جزاء، وده بيحصل في وجود تقنية الفار، في وجود حكم الفيديو. طب لحد إمتى؟ العدالة التحكيمية اللي بنطالب بيها مش بس للأهلي، ولكن دي لكل الفرق في الدوري، عشان ما ينفعش مجهود فرقة بتشتغل وبتتعب وبتصرف فلوس طول الموسم بسبب خطأ تحكيمي يضيع منه نقط. يعني احنا الحمد لله امبارح كسبنا، لكن الوقت ضربة الجزاء وتوقيت ضربة الجزاء انا مش فاهم دي تحسب ضربة الجزاء ازاي. يعني الفيديو واضح جدا، انا ما اعرفش حكم الفيديو كان بيتفرج على ايه، لكن الفيديو واضح جدا. عموما نرجع للمباريات، كل مباراة للأهلي مهمة، مباراة الجونة مهمة، ومباراة الإسماعيلي كانت مهمة، واحنا بندور بس على تحقيق الفوز وحصد اللقب وحصد النقاط في مباراة الدوري. كل مباراة بالنسبة لنا هي 3 نقاط، كل مباراة الدوري ايا كان حجم الفرقة اللي بتلعبها هي 3 نقاط، بتعمل حساب للفرقة دي وبتعمل حساب للمباراة. النهارده الأهلي بيتمرن في نفس التوقيت اللي احنا شغالين فيه الحلقة دلوقتي، وخلال الحلقة اكيد هنشوف كمان تفاصيل اكتر عن التمرين، لكن بيتمرن وبيستعد للقاء القادم. كل التوفيق لفريق الأهلي في المباراة المقبلة امام الجونة، طبعا ماتش مهم جدا جدا. وعايز نقف بس عند حتة صغيرة جدا، لعيبة الأهلي اللي عليها مش ضغط مباريات عادي، انت هتلعب كل 48 ساعة وعندك نهائي افريقيا ومضطر ان انت تخلص شكل مؤجلات بشكل معين، وكمان طلع لنا هنتابع خلال حلقتنا مباريات كأس العالم، تصفيات كأس العالم لمنتخب مصر، ماتشين في 72 ساعة، وكابتن حسام حسن عايز قبلها بست أيام تجمع. طب أنت هتلعب ماتشات الدوري والمؤجلات بتاعت الأهلي دي، لازم من دلوقتي تبدأ تحضر لده، لازم من دلوقتي تبدأ تبقى عامل حساب لده. أتمنى إن الناس تراعي إن النادي الأهلي بيمثل مصر في نهائي دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأهم في قارة أفريقيا. أتمنى إن الناس تعمل حسابها على الكلام ده كويس قوي، زي ما انت عامل حسابك لمنتخب مصر اللي عايزه يروح كاس عالم، والمفروض ان تصفيات كاس العالم المره دي ولا اسهل، 9 فرق هيتاهلوا، ما عندكش حجه يعني. اعمل حساب ان النادي ده للمره الخامسه على التوالي بيمثل مصر في نهائي كاس الامم، بنهائي كاس دوري ابطال اسيا، دوري ابطال افريقيا انا اسف. فانت لازم تعمل حساب ده باي شكل، توفير التوقيت المناسب للماتشات، الراحه المناسبه للاعبين، كل ده مهم جدا. انت بتتكلم على منظومه هي الافضل في الرياضه في مصر وفي الوطن العربي تقريبا، يعني مفيش اظن نادي وصل للفترات دي كلها من نهائيات دوري ابطال افريقيا، الدوري القاره او البطوله الاقوى في القاره. حاجه مش سهله، حاجه مش سهله ان انت كمان توصل لها بسهوله، وانت كمان بتلعب في اخر 7 سنين ولا في اخر 8 سنين وصل للنهائي 7 مرات. ده مش منطقي في فرقه بتلعب كل 48 ساعه ماتش في الدوري. لعيبه الاهلي دول كلهم ابطال، المنظومه كلها من اول مجلس الاداره لحد اصغر عامل في النادي كلهم ابطال، ومش في لعبه واحده، ده في كل الالعاب تقريبا. بس الكوره جدولها غير جدول كل الالعاب. الكوره اللعيبه دي ما بتريحش، دول مكن مش مطلوب منهم راحه، وبيروحوا منتخبات ويتصابوا ويرجعوا لنا مصابين ويعطلوا نفسهم عن اداء وظيفتهم في تمثيل مصر في دوري ابطال افريقيا، البطوله الاهم، البطوله اللي بتاهل لكاس العالم. تعالوا نروح نشوف